بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان. ربنا أعنا على الهداية واجعلنا ممن يتقون غضبك وأليم عقابك، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرضى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قال لك ربي انا مش جزيك، لكن ريتريبيسيون نيجاتيف ا تي دي بون بو لي سالو اي لي سوبو دو ساتان. يقول ربي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، هيا ترى الطلية هذه الرز الذي بالألمان، رز الذي ترى طلعونا الطلية هذه، شكون يكون جزاؤكم في رأيكم أنتم؟ أنتم جوا عليها بالقرآن، لكن أعطونا فكركم وين ينجم يوصلكم. إذا كان بقي لكم هكا حاجة بسيطة من فكر سليم، لأنه اللي يوصل يفكر باش يقتلنا إحنا، اللي إحنا خير من ملح الأرض، ونحن أرواح طهرها ربي من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق، متنجموش تعرفوا بالضبط أي جرم قادمين عليه. نحن أخذنا أرواحنا في أكفنا، لأن من الله هدية منه، ونحن الرجل هدية لمن هدانا إلى الإسلام وأعطانا هدية التمام بتوحيد الرحمن. احنا موحدين، لا نخشى الرجوع الى الواحد سبحانه وتعالى، هو يعلم كيف جزينا حين نموت في سبيله، ولا يهمنا ولا يضرنا على اي جنب يكون مصرعنا. نعود ان شاء الله تعالى الى نفس الآية، والسلام على اهل السلام.